أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم في يوم جديد من العمل وفي بداية أسبوع نتمناها موفقة للجميع، وعدد جديد من نقاش غرفة الأخبار مباشرة من قناة البلاد، والذي يخصص عدده اليوم إلى ملف القمة الأوروبية الإفريقية، حيث انطلق الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية باريس المؤتمر رفيع المستوى لتسيير سبل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا تحت شعار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا نحو شراكات جديدة. ويعتبر المؤتمر ممهدا للقمة التي ستعقد بين 17 و18 فبراير في بروكسل بين دول الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الأفارقة، والمراد من ذلك حسب الأوروبيين هو إعادة بناء صفقة اقتصادية ومالية جديدة مع إفريقيا، كما يريد الأوروبيون أن تساعد هذه القمة الأوروبية الإفريقية في تحديد الأولويات الرئيسية للسنوات المقبلة والتوجيه الاستراتيجي والسياسي للعلاقة بين القارتين. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن استثمارات خلال هذه القمة التي تأتي وسط رغبة الاتحاد الأوروبي في تعزيز شراكته مع إفريقيا في الاستجابة لوباء كوفيد-19 والانتعاش الاقتصادي. وتجمع القمة التي ستنظمها رئاسة المجلس الأوروبي في بروكسل قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وال55 الأعضاء في الاتحاد الإفريقي على أن تعقد حضوريا إذا سمحت الظروف الصحية بذلك. ولطالما اعتبرت بروكسل أن الاتحاد الأوروبي يريد دعم حلول إفريقيا للنزاعات الإفريقية، ويشمل هذا الأمر التنمية الاجتماعية والإنسانية والصحية والتعليم والعملية الانتقالية نحو سياسات مراعية للبيئة والاستفادة من الطاقة المستدامة والتحول الرقمي وتوفير فرص العمل، بيد أن من الجهة الإفريقية يريد الأفارقة شراكة استراتيجية مبنية على رابح وليس أن تعتبر إفريقيا كمنطقة نفوذ. إفريقيا التي تريد أن تفرض منطقتها بالتحول بسياستها إلى الأخذ بعين الاعتبار إلى مصالحها الخاصة التي لا طالما اعتبرتها أوروبا شيئا غير رئيسيا. ولمناقشة هذا الموضوع نبدأ مع ضيفنا الأول الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقة الدولية الدكتور رضوان بوهيدل. صباح الخير. صباح الخير مولود لك وكل مشاهدي قناة البلاد. شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور. ربما في البداية، هذه القمة الدول الإفريقية فرضت منطقها اليوم، وعلى رأس الاتحاد الأوروبي للست أشهر القادمة فرنسا، حيث رأينا أن في الاتصال الهاتفي بالأمس إيمانويل ماكرون دعا الرئيس الجزائري سيد عبد المجيد تبون لحضور القمة المرتقبة في بروكسل بين إفريقيا وأوروبا. إفريقيا اليوم تتجه إلى رعاية مصالحها، إلى حلحلة أو نفض الغبار عن نفسها، وأوروبا تريد أن تبني سياقا آخر لأن رأت مصالحها تتهدد أمام الولايات المتحدة الأمريكية والصين. لا بالفعل، اليوم هذا اللقاء أعتقد في 17-18 فبراير المقبل هو لقاء مهم متعددة، خاصة أنه يأتي بعد القمة الإفريقية اللي راح تكون أيضا في الخامس من فبراير المقبل. لذلك أعتقد أنه اليوم إفريقيا مختلف على الأقل عن إفريقيا اللقاء السابق، يعني الدورة السابقة من اللقاء اللي جمعنا بين إفريقيا دول إفريقيا ودول الاتحاد الأوروبي. لكن لا يمكن أن ننفي نقطة جد مهمة، وهي أنه هذه المرة رئاسة الاتحاد الأوروبي كما تفضلت أخي مولود هي تحت غطاء فرنسي، وفرنسا تعيش أزمات متعددة سواء على مستوى الداخلي وحتى على المستوى الإفريقي، وهي تحاول إعادة نفوذها. لذلك هي فرصة اليوم أمام الأفارقة حتى يكونوا عمليين وبراغماتيين في التعامل مع القارة العجوز ببراغماتية رابح بعيدا عن الشعارات، لأنه إفريقيا في الحقيقة لم تستفد من أوروبا، يعني ما سواء أثناء الفترة الاستعمارية أو حتى في بعد الاستقلال، ما زالت عدد من الدول وعلى رأسها فرنسا تعتبر المنطقة الإفريقية هي منطقة نفوذ لا يمكن التنازل
عنها لقوى أخرى. هذه المرة أعتقد أنه الأمور تغيرت، يجب تطبيق هذه الشعارات الاقتصادية والمساعدات المالية، لأنه ما شفناش ولا شيء بالنسبة لهذه الدول، خاصة منطقة الساحل ومنطقة إفريقيا الوسطى، تحولت إلى حلبة صراع ما بين القوى المتنافسة عليها. لذلك أعتقد أنه كل شيء ورقة طريق، يجب أن تحذر في القمة الإفريقية يوم 5 فبراير حتى يكون صفا واحدا ولا تكون هناك خلافات على الأقل بينية ما بين أعضاء القارة الإفريقية. إذن دكتور رضوان بوهيد، ربما اليوم إفريقيا تعيد البحث وفي سبل تطوير هذه العلاقات أو تغييرها نهائيا. إفريقيا اليوم تبحث عن مصالحها، إفريقيا تبحث عن شراكة رابح، وأوروبا أيضا تريد أن تعيد حساباتها، لأن مستثمرين، لأن مصالح أخرى يمكن أن تنهي علاقتها الاقتصادية بإفريقيا. هو اليوم في ظل المنافسة الصينية والروسية وحتى الولايات المتحدة على القارة الإفريقية، اليوم الاتحاد الأوروبي مطالب بإعادة النظر في استراتيجيته حيال القارة بشكل عام وبشكل ثنائي، حتى العلاقات الثنائية مثلا ما بين فرنسا الجزائر، الجزائر فرنسا تونس، فرنسا منطقة الساحل إلى آخره، كل هذا يجب أن تعيد النظر فيه دول الاتحاد الأوروبي، وإلا ستخسر أمام المنافسين الجدد الذين دخلوا القارة وتغلغلوا فيها بقوة كبيرة، أدت إلى تراجع النفوذ الأوروبي بالقارة الإفريقية، وعلى الأفارقة أن يستغلوا هذا الظرف لصالحهم وأن يكونوا عمليين حتى لو قاموا بابتزاز الأوروبيين من أجل مصالحهم، لأنها مثل ما فعلت أوروبا لقرون وهي تستنزف موارد القارة، اليوم على الأفارقة أن يعيدوا الكرة إلى مرماهم ويتعاملوا ببراغماتية مع الظروف الاقتصادية و التجارية، لكن لا يمكن فصل كل هذا عن 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 الشق والصعيد الأمني والسياسي في القارة. تعيش أزمات متعددة، الكثير من هذه الأزمات سببها دول من القارة الأوروبية التي تحاول دائما أن تبسط نفوذها حتى لو كان بالقوة العسكرية على مناطق متعددة من إفريقيا. كل هذا يجب إعادة النظر فيه، لأنها فرصة كبيرة لا تعوض في ظل التراجع الأوروبي أمام المنافسين الجدد. جيد دكتور رضوان، رئاسة الاتحاد الأوروبي هذه المرة هي للست أشهر القادمة هي لفرنسا، ربما أكبر المتضررين في العلاقات أكانت الدبلوماسية والاقتصادية على المستوى الإفريقي هو فرنسا. ألا ترون أنه ربما فرنسا تحاول عبر الاتحاد الأوروبي إعادة بناء جسور جديدة مع علاقتها المتدهورة إفريقيا، خاصة أننا نلحظ الأيام الأخيرة وكأنه تحالف إفريقي ضد السياسات الفرنسية؟ لا بالفعل، أعتقد أنه فرنسا اليوم تلعب في الوقت بدل الضائع، هي مرحلة تكسير العظام ما بين الطرفين ما بين إفريقيا وفرنسا بشكل محدد. لذلك أعتقد أنه من الضروري اليوم تنويع في التوجهات والشراكات الاستراتيجية مع دول القارة الإفريقية. يجب التركيز على ألمانيا، التركيز على الدول يعني شمالية مثل النرويج والسويد إلى آخره، وعدم التركيز فقط مع الشريك التقليدي والتاريخي مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، وإن كانت فرنسا لديها حصة الأسد في هذه الشراكات لكن بشكل غير متكافئ تماما. يعني ما زال ما وصلناش لمرحلة رابح، ما زلنا في مرحلة خاسر بالنسبة للقارة الإفريقية، رابح
بالنسبة إلى فرنسا والقارة الأوروبية. أعتقد أنه الفرصة اليوم هي وجود منافسين جدد للقارة الأوروبية مثل الصين بشكل خاص، مثل الولايات المتحدة، مثل روسيا. أعتقد أنه أوروبا ستحس بأنها في خطر في علاقتها التاريخية مع القارة، وستخسر الكثير اقتصاديا وتجاريا. لذلك هي أيضا ستعيد حساباتها على الأقل لاستدراك ما فاتها في ظل التنافس الدولي على القارة الإفريقية وعلى موارد القارة الإفريقية. دكتور بويد، ربما في نقطة أخرى هنالك يعني في العملية الجيوسياسية بعد كوفيد 19 وفي السنوات الأخيرة تغيرت كثيرا. هنالك مطالب في مالي بانسحاب القوات الفرنسية من مالي، هنالك تدهور للعلاقة خاصة في دول الساحل والصحراء، كان تشاد أو غيرها من العمليات التي تتهم فرنسا خاصة ودول أوروبية أخرى بربما تغذيتها. هل الآن حقيقة الاتحاد الأوروبي يريد أن يبني صفحة جديدة أو يرسي جسور جديدة، أم هي عملية أخرى لإعادة احتواء الأمر؟ لا، هي من صعب اليوم الجزم بأنه الاتحاد الأوروبي سيعيد فتح صفحة جديدة مع الأفارقة بشكل يعني مطلق. ربما يكون ذلك بشكل نسبي في بعض المجالات، لأنه فرنسا كما قلت لك تلعب في الوقت بدل الضائع. بمعنى ذلك لا يمكن التعامل اليوم مع فرنسا قبل الرئاسيات الفرنسية، لأن السياسة الخارجية الفرنسية مرتبطة دائما ب التوجه رئيس الجمهورية الفرنسية الذي يفرض منطقه في هذه النقطة. ماكرون يعيش أيامه الأخيرة على رأس فرنسا، الشعب قد يجدد الثقة فيه، ومن هنا ربما سننطلق في مفاوضات جديدة مع فرنسا ومع الاتحاد الأوروبي على الأقل في هذه المرحلة. وإن كان هناك رئيس أو رئيسة جديدة لفرنسا فالأمر مختلف. لذلك أعتقد أن العملية تعرف نوع من التعامل الحذر ما بين الطرفين، لكن هي كما قلت لك وأعيدها هي فرصة أمام الأفارقة لرص الصفوف وتوحيد المواقف حتى يعني تخرج من أزماتها وتستغل الجانب الأوروبي في مساعدات مالية وفي استثمارات وفي إعادة إعمار، لأنه ما تم استنزافه أعتقد يجب أن يعاد بطريقة ذكية من طرف الأفارقة في هذا الظرف بالذات. جيد دكتور، ربما في الأخير الاتحاد الإفريقي اليوم أمام ربما توجه جديد يجب على إفريقيا، وإفريقيا ماضية في النهوض، نرى اقتصاديات كثيرة في إفريقيا تسجل معدلات نمو ربما حتى برقمين. اليوم الاتحاد الإفريقي عليه لا سيما إعادة النظر في سياسته وفي ربما تبادلاته الاقتصادية، لكن الاتحاد الأوروبي يبقى شريك معول عليه إذا كانت المصالح رابح. لا، هذا أمر يعني مفروغ منه، يعني حتى بالنسبة للقرب الجغرافي والتاريخ اللي يجمع ما بين المنطقتين والمسار اللي بدأت فيه أوروبا يعني منذ فترة، يعني ما بعد الاستعمار هي كانت تبحث على ما يعرف بمواصلة التبعية للقارة الأوروبية من طرف الأفارقة، وأسست بعد ذلك ما يعرف بمسار برشلونة وخمسة زائد خمسة إلى آخره. كل هذه تدخل في إطار هذا النوع من الشراكات، ونحن نريدها شراكة ولا نريدها تبعية كأفارقة. نحن يعني تجاوزنا مرحلة الحوار المتوسط إلى آخره، اليوم رانا في مرحلة البحث عن صفقات متوازنة ومتكافئة، خاصة أنه عدد من الدول الأوروبية على رأسها فرنسا يعني تتعامل مع أفريقيا الكيل بمكيالين في مواقف
متعددة مع المملكة المغربية، مع ليبيا، في دول الساحل، مع الجزائر، مع تونس، مع مصر، مع جنوب إفريقيا، مع نيجيريا، مع كوت ديفوار. هناك الكيل بمكيالين، لا يوجد تعامل متكافئ ما بين دول القارة الأوروبية والدول الإفريقية. وهذا اليوم راجع إلى الاتحاد الإفريقي الذي يجب أن يخلق موقف واحد قبيل هذا اللقاء مع الاتحاد الأوروبي، حتى لا يظهر في موضع ضعيف ويمكن التحكم فيه. لذلك أعتقد أنه المربط الفرنسي يكون في قمة الاتحاد الإفريقي أيضا قبيل هذه القمة الأوروبية الإفريقية، لرسم ورقة طريق مشتركة متفق عليها، فيها على الأقل نوع من التوافق، حتى لا نقول إجماع، ما بين دول إفريقية قبل مواجهة الدول الأوروبية. جيد، وهو كذلك نشكرك جزيل الشكر الدكتور رضوان بوهيدل، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر ثلاثة، شكرا لك. ونواصل نقاشنا في هذا الموضوع مع ضيفنا الثاني، ولكن نذهب إلى فصل قصير ثم نعود. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى مباشرة من قناة البلاد ومن نقاش غرفة الأخبار في جزئه الثاني، والذي يخصص عدده اليوم إلى القمة الإفريقية الأوروبية المرتقبة في بروكسل بين 17 و18 فبراير القادم، عفوا القمة الإفريقية، حيث إفريقيا تريد أن تفرض منطقها بعد الهيمنة الأوروبية على الاقتصاد والمصالح في إطار شراكة غير رابحة للطرفين بل لصالح واحد. إفريقيا اليوم تريد أن تحلحل أزماتها وأن تفرض منطق رابح على الدول الأوروبية. الدول الأوروبية تعي جيدا أن إفريقيا ودولها تتجه إلى مصالحها الخاصة، هنالك منافسة صينية، روسية، أمريكية وبريطانية التي خرجت من الاتحاد الأوروبي مؤخرا. وفي هذه القمة يحاول كل طرف إعادة بعث ورقة طريق تحفظ له مصالح الاستراتيجية. ولمناقشة موضوعنا نسعد باستضافة ضيفنا الثاني الدكتور حسن دواجي، الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بك معنا. مرحبا أستاذ مولود، تحية لك ولكل مشاهدي قناة البلاد. شكرا لك على تلبية الدعوة دكتور دواجي. ربما القمة المرتقبة هي برئاسة فرنسية، الاتحاد الأوروبي برئاسة فرنسية، الاتحاد الأوروبي يحاول أن يبني جسور تواصل وعلاقات جديدة مع الاتحاد الإفريقي التي تزعزعت السنوات الماضية لصالح شراكات أكثر مجدية كما يقال مع الصين، مع روسيا، مع الولايات المتحدة الأمريكية. ربما كيف ترون هذه القمة التي يعول عليها الكثير الأوروبيين؟ نعم أستاذ مولود، في الحقيقة هذه القمة تشكل استفاقة متأخرة نوعا ما من قبل الاتحاد الأوروبي تجاه إفريقيا أو الدول الإفريقية. كما يعلم الجميع أنه يعني إفريقيا ودول إفريقيا هي مستعمرات قديمة للدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا، التي كانت تتواجد في حوالي 35 بلد من بلدان إفريقيا البالغ عددها 52 أو 54 دولة. واليوم في ظل تأخر الدول الأوروبية في استثمار العلاقات التاريخية والقرب الجغرافي مع 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 إفريقيا ومساعدة الدول الإفريقية في عمليات التنمية ومكافحة الفقر والمجاعة والتأخر التكنولوجي والعلمي والاقتصادي، ظهرت هناك قوى منافسة أخرى على رأسها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كالهند وغيرها. هذا جعل الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا التي تقود تقريبا هي وألمانيا الاتحاد الأوروبي من جهة، ومن جهة فرنسا كذلك هي التي ربما لديها اليد الطولة في رسم السياسة الأوروبية تجاه. ربما انقطع الاتصال مع الدكتور حسن دواجي الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، سنعاود ربط اتصالنا به. الدكتور حسن،
ربما نعيد التذكير أننا نتناول القمة الإفريقية الأوروبية المرتقبة في بروكسل بين 17 و18 فبراير القادم. هذه القمة التي يعول عليها الاتحاد الأوروبي لإعادة ربط جسور التواصل واستراتيجية جديدة في العلاقات الإفريقية الأوروبية التي تدهورت مؤخرا، علاقات لم تعرف دائما رعاية المصالح الإفريقية، إفريقيا التي تعيد بناء استراتيجيتها الاقتصادية، استراتيجية قائمة على شراكة رابح بين كل الأطراف. قمة تم تحضير لها عبر مؤتمر آخر حضر فيها الوزراء في فرنسا الأسبوع الماضي لإعادة النظر تحت عنوان شراكات مالية واقتصادية جديدة مع إفريقيا. ربما المعاب على كثير من الدول الأوروبية هي نظرتها المسيطرة والمهيمنة على إفريقيا أكثر من نظرتها كشريك اقتصادي، مما أدى إلى كثير من الدول الإفريقية إلى إعادة النظر في علاقاتها الاستراتيجية وخاصة الاقتصادية منها مع دول أخرى مثل الصين، روسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا عن شراكة مفيدة وشراكة اقتصادية يربح فيها كل الأطراف. يعد ربما نعيد الربط اتصالنا مع الدكتور حسن دواجي الذي يلتحق بنا عبر سكايب. دكتور حسن، ربما اليوم الدول الإفريقية تعيد النظر في استراتيجيتها الاقتصادية وعلاقاتها أيضا السياسية مع دول الاتحاد الأوروبي بما يراعي مصالحها. الدول الإفريقية اليوم هي دول فيها أكثر من 12 دولة تحقق نمو اقتصادي يقارب الرقمين، وترى شراكات لا تريد اليوم شراكات تتدخل في شؤونها الداخلية. نعم، أظن أنه إفريقيا اليوم أو دول إفريقيا اليوم ليست دول إفريقية قبل 20 أو 25 سنة. اليوم هناك دول تحقق تنمية متسارعة، وهناك دول كذلك تحقق تنمية يعني مستويات تنمية ونسب تنمية برقمين، وهذا أمر مذهل. في نفس الوقت حتى الدول الأوروبية هناك داخل المنظومة الأوروبية هناك تنافس حول 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 أوروبا. كل يعلم التنافس الفرنسي الألماني والفرنسي الإيطالي والفرنسي البلجيكي حول 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 إفريقيا. ألمانيا تريد أن يكون لها كذلك دور داخل إفريقيا، لأنه إلى حد هذه اللحظة هي فرنسا هي التي تهيمن على خريطة العلاقات الإفريقية الأوروبية، وهي احيانا يعني تشكل حجر عثرة امام يعني تطوير هذه العلاقات الأوروبية الإفريقية. كذلك انه الدول الإفريقية اليوم تسعى الى الخروج كما قلت من نمط التفكير الكولونيالي القديم لدى الدول الأوروبية خاصة فرنسا، وتريد ان تكون شراكة دولة لدولة وان تكون شراكة على اساس منطقة رابح رابح، اي ان تساهم الدول الأوروبية والدول في أوروبا في نقل التكنولوجيا ويعني دعم التنمية وتنبيع وتجفيف منابع الفقر التي تؤدي بضرورة إلى الجريمة المنظمة وإلى الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها أوروبا انطلاقا من إفريقيا بالأساس. وهذا ربما يجعل هذه القمة مميزة من حيث التوقيت ومن حيث المواضيع التي تطرح، وكذلك من حيث هندسة العلاقات الأوروبية التي تشهد في الكواليس نوع من التضارب ونوع من التجاذبات حول من له الدور الأكبر في رسم العلاقات مع إفريقيا، خاصة وأنا كما قلت ألمانيا على سبيل المثال تريد أن تتحرر من هذه العلاقات وتسعى إلى أن يكون لها علاقات ثنائية مع
مع دول خاصة في مجالات التنمية التكنولوجية والانتقال الطاقوي والاستثمار داخل هذه الدول، باعتبار أن إفريقيا فيها يد عاملة رخيصة، فيها مواد أولية متوفرة، فيها مواد طبيعية، وتشكل في نفس الوقت سوقا كبيرة لكل المنتوجات العالمية من أوروبا ومن خارج أوروبا. دكتور دواجي، ربما رأينا بالأمس حسب بيان رئاسة الجمهورية الاتصال الهاتفي الذي تلقاه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يترأس الاتحاد الأوروبي، حيث جاء في إطار هذا الاتصال الهاتفي دعوة لرئيس الجمهورية لحضور القمة الإفريقية الأوروبية المرتقبة في بروكسل. هناك الكثير من الخبراء يقولون أنه ربما فرنسا تتوجس من الجزائر وتخاف من تعثر محاولتها نحو إفريقيا نظرا لتدهور علاقتها الدبلوماسية مؤخرا مع الجزائر. اليوم الجزائر الجميع يجزم أنها بوابة لإفريقيا وأن لها رأي كبير في إفريقيا. رأينا بالأمس أن الجزائر أجهضت محاولات ربما إدخال الكيان الصهيوني. فرنسا ترى الدور الجزائري في الساحل والصحراء، ترى الدور الجزائري في القارة الإفريقية، وهي ربما تريد أن تدنو من الجزائر لإعادة ربط وإعادة جسور الثقة. هل ترون أنه يجب أن يفعل أكثر من ذلك إيمانويل ماكرون؟ أظن أستاذ مولود سؤالك يعني في صميم مهم جدا ويقودني إلى نقطة أساسية. تكلمنا أظن حتى في هذا البلاتو في هذه الحصة على قناة البلاد حول دور الدبلوماسية الجزائرية وتحركاتها المكوكية في الأشهر القادمة. أظن من بين الأمور الإيجابية أو النتائج التي نحصدها اليوم وهو أنه للجزائر أصبح لها دور ومهم جدا في العلاقات الإفريقية الأوروبية. الاتصال الهاتفي الذي جرى البارحة ما بين السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعني ربما يعتبر من نتائج هذه التحركات المكوكية في إفريقيا. اليوم نحن على وشك قمة إفريقية أوروبية. الجزائر تمكنت من بعث علاقات جيدة وجديدة متجددة مع الدول الأوروبية الإفريقية زيارات مكوكية حدثت، لقاءات، زيارات لرؤساء ومسؤولين إفريقيين لإفريقيا، تعيين مبعوثين جزائريين خاصين للقضايا الإفريقية. اليوم هذه القمة ستمكن الجزائر من أولا استرجاع دورها الإقليمي، وكذلك من أن تكون ذات صوت مسموع في هذه القمة، وأن تكون من بين الركائز الأساسية، وهو دور طبيعي أو أمر طبيعي للجزائر أن تكون ركيزة أساسية في صنع القرار الإفريقي الجماعي فيما يخص العلاقات المستقبلية مع الدول الأوروبية. الجزائر اليوم مقبلة على نمط في الدبلوماسية الجديدة قائم على الاهتمام بمحيطها الإقليمي والقاري، وبالتالي هي كدولة إفريقية دولة مهمة ومؤثرة، وكدولة متوسطية لديها جسور علاقات قوية مع أوروبا وحتى مع فرنسا رغم المشاكل الدبلوماسية. لكن لا يمكن أن لا نقول أنه العلاقات الجزائرية الفرنسية مميزة جدا، وللجزائر دور أساسي في ترقية العلاقات الأوروبية الإفريقية وحتى دكتور حسن دواجي أسمحك في ربما في نقطة مهمة هي متواصلة مع كلامك، يعني قبل انعقاد القمة الإفريقية الأوروبية من المرتقب الأيام القادمة، انعقاد القمة الإفريقية يعني قبل الذهاب إلى أوروبا، القادة الأفارقة سيلتقون. كان هنالك لقاء بين الجزائر ومصر في قمة في زيارة الرئيس الجمهوري عبد المجيد تبون. ربما هنالك حسابات أخرى أوروبية، الجزائر ومصر في انسجام للمواقف، وهما القوتان الأساسيتان في الاتحاد الإفريقي. هنالك قمة إفريقية قبل القمة الأوروبية، يعني ربما سنرى ورقة طريق إفريقية موحدة قبل الذهاب نحو الأوروبيين.
نعم، أظن أن المقاربة الإفريقية مؤخرا في الاتحاد الإفريقي هي تقوم على أساس توحيد الكلمة الإفريقية. المشكل في إفريقيا أنه اختلاف وجهات النظر وعدم التنسيق الإفريقي جعل موقف الأفارقة كاتحاد إفريقي وكدول إفريقية منفردة، ضعيف جدا مقابل اتحاد أوروبي قوي على صعيد الدول وقوي على صعيد الاتحاد كتكتل اقتصادي وسياسي ومالي واستراتيجي. وأظن أنه اليوم لابد من أن نستعمل أو تكون هناك نظرية توازي الأشكال بأنه أن تتعامل إفريقيا مع الاتحاد الأوروبي كاتحاد ككتلة دول إفريقية متفقة على البنود الأساسية والخطوط العريضة لهذه العلاقات، بأن تكون ندا لند مع الاتحاد الإفريقي مع الاتحاد الأوروبي، وأن تضغط ككتل إفريقية، لأنه رغم حاجة الدول الإفريقية للتعاون مع الدول الكبرى ومع تنظيمات إقليمية كالاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إفريقيا، بحاجة إلى الإمكانيات الإفريقية، بحاجة إلى تصدير مواده أو منتجاته إلى إفريقيا، بحاجة إلى كذلك المواد الخام واليد العاملة المتواجدة في إفريقيا. ولإفريقيا نفس الوقت مصالح كثيرة أوروبية ممكن أن يتم تعطيلها في حالة لا يكون هناك تجاوب، أو في حالة إعادة رسم العلاقات الإفريقية الأوروبية. دكتور دويتشي، ربما في هذه النقطة بالذات دكتور حسن، كثير من الثروات أوروبا في إفريقيا، عفوا دكتور حسن، ربما في هذه النقطة بالذات في إعادة رسم الاستراتيجية، ربما الجزائر تجسد أحد الأمثلة في ذلك اقتصاديا. رئيس الجمهورية طالب مرارا وتكرارا، وبدأت الجزائر في ذلك، في إعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. هذه في النقطة الأولى. النقطة الثانية، المالي التي تطالب بإعادة النظر في اتفاق الدفاع والاتفاق الأمني مع فرنسا، حيث تطالب تقريبا صراحة بانسحاب القوات الفرنسية من المالي. هنالك الكونغو مثلا، الهيمنة البلجيكية تنسحب أمام الهيمنة الاقتصادية الصينية، إثيوبيا وإلى غيرها من رواندا. ربما هذه هي التوجسات الأوروبية التي ربما تضع أوروبا في حالة ضعف. إفريقيا اليوم لا تريد أحد أن يتدخل في شؤونها الداخلية وتريد مصالح رابح. يمكن أن نبني شراكة استراتيجية مع أوروبا، وهو شيء جيد حتى بالنسبة لإفريقيا، لكن بقواعد أخرى. نعم، أظن أنه كما قلت في بداية تدخلي أنه يجب أن تتخلص أوروبا من المنطقة والمنهج الكولونيالي في التعامل مع الدول الإفريقية. الدول الإفريقية اليوم هي دول مستقلة، فيها شعوب واعية، فيها تطور يعني في من حيث التفكير ومن حيث الآفاق التي تحملها الشعوب والدول الإفريقية، ولا تقبل أن تبقى أوروبا تفكر تجاه الدول الإفريقية بمنطق الاستعمار القديم أو الاستعمار أو الدول التي تهيمن فقط من أجل مصالحها. فرنسا تسيطر على الكثير من اقتصاديات هذه الدول الإفريقية. دول الساحل بها رغم المشاكل الأمنية والتنموية والسياسية، إلى أنها تشكل ربما من أغنى الدول التي تهيمن فرنسا على موادها الأساسية. هولندا، بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، كلهم لديهم مصالح كبيرة جدا داخل الدول الإفريقية. اليوم الدول الإفريقية نتيجة التغير السوسيولوجي والديموغرافي والحضاري وتقدم مستوى التعليم في الدول الإفريقية جعل هناك أو أدى إلى تشكل نخب شابة وواعية تنادي بضرورة أن تتخلص إفريقيا من نمط هذه العلاقات، وأن ترسم علاقات أخرى على أساس كما قلت رابح، وعلى أساس دول لدول أو تنظيم لتنظيم. وبالتالي لا يمكن أن نبقى رهينة استغلال أوروبي. هذا من جانب. من جانب آخر، الجزائر كما قلت كانت رائدة في المطالبة بإعادة رسم اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأكيد أنه في الكواليس وبإثر التحركات الدبلوماسية الجزائرية هناك نوع من محاولة دفع الدول الإفريقية ومساعدتها لكذلك
يعني الذهاب إلى نفس المنطق ولنفس الإجراء، وكذلك مطالبة أوروبا بمساعدة الدول الإفريقية بنقل التكنولوجيا، بنقل إضافة أو الإتيان بالقيمة المضافة التي تحتاجها الدول الإفريقية. لماذا يتم الاستثمار في مناطق أخرى ونقل التكنولوجيا في المقابل تبقى الدول الإفريقية فقط مناطق لنهب الثروات واستغلال المواد الأساسية واليد العاملة الصغيرة الرخيصة عفوا بدون مساعدة في التنمية؟ لماذا في دول الساحل لا تساعد الدول الأوروبية على تجفيف منابع الفقر التي بطبيعة الحال أو منطقيا ستؤدي إلى الانقاص من نسب الراديكالية والعنف وعدم توفير بيئة للجماعات الإرهابية؟ لماذا لا يتم فقط يعني الاستثمار التنموي والاقتصادي والاكتفاء فقط بالتعامل الأمني والتجاري مع إفريقيا باعتبارها سوق للسلاح وسوق للمواد الأساسية والمنتجات الأوروبية التي منطلقها أو تصنع من مواد أساسية آتية من إفريقيا؟ هذه كلها معطيات اليوم أظن أنه أصبحت وعي، تشكل وعي لدى الدول الإفريقية. أنت ذكرت مسألة مالي اليوم أو السلطات والشعب المالي يريد التحرر من نمط هذه العلاقات، يريد أن تكون هناك علاقات بين مالي وفرنسا على أساس دولة لدولة وعلى أساس تكافؤ الفرص والتخلص من الاتفاقية الأمنية التي أعادت ربما صورة الاحتلال بنمط جديد ومعاصر. كذلك في دول إفريقية كبرى في بوركينا فاسو، في النيجر، في 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 يعني في تشاد، هناك نوع من عدم القبول بشكل هذه العلاقات ومطالبة قوية بإعادة النظر في هذه العلاقات. وهنا ربما تدخل أهمية الاتصال الهاتفي بين الرئيس الجزائري رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لأنه فرنسا تدرك حجم الجزائر وتدرك تأثير الجزائر في الدول الإفريقية وتعلم جدا أنه الجزائر اليوم قد تبنت استراتيجية خاصة على الصعيد الإفريقي، استراتيجية مساعدة الدول الإفريقية على أن تكون لها كلمة موحدة وعلى أن تكون يعني في صورة تكتل حقيقي متفق على المبادئ الأساسية في العلاقات الخارجية. وحتى على صعيد العلاقات الثنائية الجزائر تريد في الآونة الأخيرة أن تظهر بمنطقة نموذج للدول الإفريقية في التخلص من التبعية التجارية لبعض الدول على رأسها فرنسا، وقد أثبتنا هذا وقد صمدنا. واليوم نلاحظ أنه حتى السلطات الفرنسية تقبل وأصبحت مقتنعة بأنه يجب تغيير نمط العلاقات ونمط التفكير تجاه الدول الإفريقية على رأسها الجزائر. جيد، نشكرك جزيل الشكر دكتور حسن دواجل الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية على كل هذا الإثراء وهذه التوضيحات، شكرا لك. شكرا أستاذ مولد، بارك الله فيك. كما نشكر أعزائنا المشاهدين على كرم الإصغاء والمتابعة. ننهي الآن نقاش غرفة الأخبار لنهار اليوم، فقرتنا متواصلة، نلقاكم في عدد آخر بحول الله. السلام عليكم.